زوجتي تريد أن أعيش كما كانت تعيش في بيت أبيها، ولكني لا أستطيع وأنا أسعى إلى ذلك قدر استطاعتي. أعتذر لها شيئا ما طيب خاطرها، كانت عند أبوها تأكل كل يوم لحم، جبت لها أنت كل يوم فول مدمس وباذنجان في الصباح والمساء والظهر، فارفق بها، ارفق وواصل. ولذلك نقول بالكفاءات في النكاح، الكفاءات تطلب يا إخوة، كفاءات من قبل المرأة تطلب الكفاءة في الرجل، أما العكس فافترض أن الرجل هو يعني أكفأ من المرأة. لذلك يعني أحيانا بعض الأخوات الصالحات تبني على مسائلها على جانب واحد، وحينئذ قد تندم بعد ذلك. فديننا يؤخذ من جميع جوانبه.